أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. جاء في المدى اتفاق مبدئي يقسم الكابينة الحكومية على الكتل تمهيدا لاختيار الوزراء. ونطالع في الزمان، حزب بارزان يتجه لحكومة أغلبية بعد تصدره انتخابات كردستان العراق. ونطالع في القدس العربي امتعاض أهالي الموصل من انتقال نواب انتخبوهم إلى قوائم الحشد. نشر في الهيئات نزوح أكثر من 4000 عائلة من مناطق الأهوار بسبب أزمة الجفاف. وجاء في العربي الجري، سوريا ترقب في السويداء لاستكمال صفقة النظام وداعش. ونقرأ في الحياة، الأردن يرفض التفاوض مع إسرائيل بشأن الباقورة والغمر ويلوح بالتدويل. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العربي اللندنية، مساع أوروبية لثني ترامب عن الانسحاب من المعاهدة النووية مع روسيا. أهلا بكم. الأيام التي يمر بها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ليست سهلة، وصعوبتها لا تكمن في مدى قدرته على إقناع الأحزاب السياسية ببرنامجه وكابينته الحكومية، فهذه شكليات قد مر بها من سبقوه من في إدارة الحكومات السابقة. دكتور ماجد السامرائي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الصعوبة الحقيقية التي تواجه عبد المهدي هي في مقدار إجابته عن الأسئلة الكثيرة والمركبة مع نفسه قبل شعب العراق بشأن الحلول اللازمة، الحلول العراقية اللازمة، وهي أزمة سياسية وليست أزمة توزيع مناصب وزارية. أحزاب الإسلام السياسي في العراق امتلكت السلطة والثروة 15 عاماً، فماذا قدمت للناس؟ لقد خانت ثقة الشعب وأساءت استخدام السلطة حين تحولت إلى قوة طائفية للكراهية والثأر، وإلى سيوف الحسين ضد سيوف يزيد، وقتلت الناس وغيبت بعضهم، وهجرت العلماء والكفاءات، ومنعت استرجاع الحقوق المدنية لمستحقيها وفق العدالة والقانون، وحولت الوزارات إلى أماكن موبوءة للنهب والفساد. أما امتلاك تلك الأحزاب للثروة عن طريق وزارات الحكومة فهذا يعني أن الثروة حجبت عن خدمة الشعب، ومثال البصرة سيبقى أحد الأمثلة الدامغة. لقد تحولت ثروة المال بأساليب ماكرة وخبيثة إلى جيوب المسؤولين ومن خلفهم أحزابهم، وفضائح تحويل الملايين والمليارات إلى الخارج تم كشفها من قبل مسؤولين نافذين ما زالت العدالة تنتظرهم، وتم كشف بعضها خلال استجوابات بعض الوزراء المعنيين داخل البرلمان السابق. هناك تملص من جميع ضوابط علاقة الشعب بالدولة وقيم الإنسان وحقوقه. قد يقدم عبد المهدي بعض الإجابات ذات الطابع الخدمي السريع وفق برنامجه الحكومي، لكن سلفه حيدر العبادي سبق أيضا وأن قدم برنامجا طموحا على المستوى النظري. طبعا بحسب الكاتب فإن المشكلة هي هل أن رئيس الوزراء الجديد سيتمكن من انتزاع السلطة من الفك الديني المذهبي المفترس، وإنها سيطرت وإنهاء سيطرة الأحزاب على الدولة ونقلها إلى فضائها الحقيقي كدولة مؤسسات، كما هي دول العالم الحديث التي حرمت الأحزاب الدينية من الوصول إلى الحكم. هكذا يتساءل الكاتب في هذا المقال. فالقضية ليست كما يبرز إعلاميا بسذاجة بأن هذه هي استحقاقات الانتخابات، هذا كان إذا كان هذا واقع الحال الذي أفرز ذات الأحزاب الدينية، فهناك إمكانية لتلك الأحزاب إن كانت صادقة ومتجاوبة مع الجمهور أن تظل مراقبة للسلطة من خلال البرلمان. دخل اختيار الرئاسات الثلاث في العراق مخاضا عسيرا لم تغب عن واجهته، وخلف كواليسه ما تراكم على المشهد السياسي العراقي،
شكل سماته الرئيسة منذ الاحتلال من حيث تغليب التفاهمات المصلحية الجانبية وفي مقدمتها مصالح الأفراد بالدرجة الأولى ومصالح الأحزاب التي يمثلونها والتي وسمت العملية السياسية وأحزابها الطائفية الإسلاموية في القطاع العربي من العراق والأحزاب الإثنية في القطاع الكردستاني منه. هذا ما أشار إليه عبد الوهاب القصاب بمقالة له بصحيفة العرب الجديد. الكل يسعى إلى تعظيم موارده على حساب الشعب والوطن، حتى أضحى العراق مثلاً يضرب في تمكن الفساد من الآلة الحكومية وتجذره مؤسساتياً، بحيث أصبح من الصعوبة بمكان التحرر من ربقته. لا يزال الفساد متمكناً من البلد بقوة، على الرغم من أن رئيس الوزراء المنصرف حيدر العبادي حاول من دون إحراز نتائج ملموسة في محاربته بعد أن انتشر في حقبتي سلفه نور المالكي واستشرى بقوة، بحيث اكتشفه العبادي أول أيام استلامه مسؤولية قيادة الحكومة وجهازها الأمني، القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، حيث وجد رواتب بعشرات الألوف تصرف لمن سماهم الفضائيين، ووجد بلداً تحتل داعش ما يقرب من نصفه. ليس الفساد الآفة الوحيدة التي تضرب خاصرة العراق بعمق، فالطائفية السياسية التي تمثلها أحزاب الإسلام الشيعي المتمكنة من السلطة منذ 2003 والحزب الإسلامي السني الذي يعد الشريك الأوهن في معادلة سلطة ما بعد 2003 هي الآفة التي ضربت بعمق في تلافيف المجتمع العراقي ومزقت عرب العراق أي ممزق، وأسهمت بتهجير الملايين من دورهم. الكاتب يرى أن الممارسات الطائفية ومظاهرها الغريبة عن المجتمع العراقي تعمقت بحيث أضحى الفكاك منها والخلاص منها أملا بعيد المنال، وتحديا كبيرا أمام السلطة الحكومية الجديدة المنبثقة عن انتخابات يشك في نتائجها وسط مقاطعة واسعة النطاق. في الأيام الأولى من تولي حيدر العبادي رئاسة مجلس الوزراء تبنى الجميع على رئيس الوزراء أن يصغي للمواطنين وليس لعلي العلاق ووليد الحلي، وقبله بسنوات كان المالكي الذي لم يكن يسمع سوى لصوت حنان الفتلاوي وحسن السنيد. علي حسين يقول في صحيفة المدى إن معظم الذين تسلموا منصب رئاسة الوزراء بدءا من علاوي وانتهاءا بالعبادي ومرورا بالجعفري والمالكي كانت مشكلتهم في مجموعة من المستشارين الذين يسخرون المنصب لمصالحهم الشخصية ويعتبرون الانتهازية مكسبا والكذب سلاحا. اليوم نعرف جميعا أن الظلم لا يحدث إلا في ظل أنظمة لا تسمع سوى صدى صوتها، ولا يعود هناك متسع إلا لإحصاء عدد الخطب والأهازيج. لا يعود مهماً عدد القتلى والجرحى والمهجرين والخائفين من المستقبل. لا يعترف السياسي الفاشل إلا بمن يهتف باسمه، لأن كل ما عدا ذلك يصبح غير مهم. اليوم ونحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة قيل لنا إنها ستخرج من معطف المحاصصة. تقول كواليس الغرف المغلقة إن الأحزاب التي تصرخ في الفضائيات وتلطم ضد المحاصصة والطائفية تصر في الخفاء على ألا حكومة دون تقاسم الحصص. اليوم يدرك العراقيون جيدا أن المستقبل يمكن أن يئد الماضي، ولكن بشروط. أولها أن نتذكر معاناة المشردين والضعفاء والمعوزين والأطفال الذين تركوا أمنياتهم في مدنهم ولا يزالون يأملون العثور عليها، وأن يدرك عادل عبد المهدي جيدا أن الفساد لا يزال متغلغلا في مؤسسات الدولة وعند رجال السلطة الذين حولوا العراق إلى بؤرة من بؤر الرشوة والإثراء السريع غير المشروع. وقد ضيع العبادي فرصة الوقوف في وجه كل السراق وتقديمهم إلى العدالة. الكاتب يضيف أن ثمة شيئاً آخر أكثر بشاعة من القتل في السياسة، الفساد. ولهذا نجد أن للنزاهة قاعدة واحدة لا تخطئ، إما العيش إلى جانب البسطاء وإما بنوك دبي وبيروت وطهران. وطالما شاهدنا مسؤولين تأخذهم نوبة من الدروشة حين يتم الحديث عن الفساد وسرقة المال العام، مرات كثيرة نسمع ونشاهد نوابا
يخرجون الدستور من جيوب جبابهم ويصرخون ضد كل من يطالب باحترام حقوق الآخرين، أو لأن البعض يريد أن ينتصر لحق العراقيين في العيش بمجتمع يحترم خياراتهم السياسية والفكرية والاجتماعية ويوفر لهم الرفاهية. العراق هو الرابط الذي يجمع بين العديد من القضايا، وإذا نجح الأمريكيون هنا فإن هذا سيكون ضربة هائلة لكل شيء يرمز إليه الإرهابيون كما يصف الكاتب. هذه الفقرة ليست مقتطعة من خطاب للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، إنه تصريح لبرهم صالح. برهم صالح الرئيس العراقي، رئيس الجمهورية في العراق. حيث زنقان ترى في صحيفة القدس العربي أن هذا المنظور الذي يروج له برهم صالح هو نفس المنظور الذي روجت له المؤسسات الأمريكية التي شنت حملة قوية لتسويق غزو العراق في 2003. علينا الانتباه هنا إلى أنه ليس المنظور الليبرالي الذي يسقطه العديد من المحللين السياسيين على برهم صالح كما فعلوا مع أحمد تشلبي الذي تم تلبيعه بصبغتي الليبرالية والديمقراطية، بل إنه منظور المحافظين الجدد الذي يخطئ البعض حين يظنون أنه انتهى مع إدارة بوش، فمشروعهم لا يزال حيا ومتجددا من خلال مؤسسات فكرية وأكاديمية وإعلامية يهيمن عليها الصهاينة بقوة. إن إزالة ضبابية الوضع بالعراق يتطلب وجود ساسة يواصلون عملها. لذلك لاحظنا سيل المقالات المنشورة في الصحافة والمواقع اليمينية المتشددة المهللة لبرهم صالح بعناوين على غرار الأكثر موهبة بين السياسيين الأكراد، وأنه الأفضل ممن يستحسن التعاون معهم على الرغم من صلاحياته المحدودة. من جهة أخرى رحب خليل زاد أحد مهندسي الاحتلال البارزين بفوز تحالف مقتدى الصدر والحزب الشيوعي وحصولهم على 56 مقعدا في الانتخابات، واصفا مشاركة الصدر في العملية السياسية التي كان ضدها سابقا باعتبارها نقطة تحول له من متشدد إلى قائد سياسي، وهو فعل إيجابي لأن تعريف النجاح هو تحويل الأعداء إلى شركاء بنائين. الكاتبة تختتم بالقول إن هذا الترحيب الأمريكي الصهيوني بالرئيس الجديد وتحول مقتدى الصدر من عدو إلى شريك يدل على أن اهتمام أمريكا بالعراق لا يزال ساري المفعول، وستشهد الأيام المقبلة صراعاً دموياً بينها وإيران المحاصرة اقتصادياً من خلال ميليشياتها، ولن يكون العراقيون غير ضحايا أخطاء أو مجرد خسائر فنوية. صمد المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا في مهمته السورية أكثر من سلفيه كوفي أنان والأخضر الإبراهيم، كلهم منهما أمضى سنتين في متابعة تطورات الأزمة. أما ديمستورا فقد كرس 4 سنوات لمهمة باتت شبه مستحيلة. توني فرانسيس يقول في صحيفة الحياة أنه مع انكفاء ديمستورا فإن الآمال التي كان يحملها مع زميليه في شأن إحداث فرق على أرض الشام تبددت، والدور الذي كانت الأمم المتحدة تعول عليه الذهاب مع الرياح الروسية الأمريكية والإيرانية والتركية. عملياً انكفأ دور الأمم المتحدة منذ قبولها التحول إلى ضيف في مؤتمرات أستانا، فبدل أن يستمر التفاوض من أجل حل متوازن في سوريا انتقلت الرعاية إلى روسيا ومعها إيران وتركيا، ودعي ديمستورا للمشاركة كضيف شكلي. كان القرار الموازي لجولات أستانا هو الحسم العسكري من قبل الروس والإيرانيين، وفي استعادة ل7 اجتماعات عقدت في العاصمة الكازاخية يمكن قراءة الخط البياني للنتائج، حيث تحولت مناطق خفض التصعيد إلى مناطق عمليات وتطهير وإجلاء للمسلحين وأهليهم لتجميعهم في إدلب. أنتجت أستانا إنهاء المعارضة المسلحة الموصوفة بالمعتدلة، وظهرت صورة الإرهابيين المتبقين في داعش والقاعدة المحكوم عليهم دوليا بالفناء، ووضعت السوريين والعالم أمام معادلة وحيدة قوامها استمرار الأسد ومنظومة حكمه. ولم يحظى ممثل الأمم المتحدة طوال تلك الجولات سوى بورقة سيبقى يتسلى بها حتى رحيله، هي ورقة لجنة الدستور التي رماها الروس في أستانا
فتلقفها دي مستورة، وسيرحل فيما النظام يدقق بالأسماء التي اقترحتها الأمم المتحدة للجنة فيرفض ويقبل بحسب التقارير الأمنية ووقائع أرشيفات الأمن. الكاتب يرى أن سوريا استهلكت الأمم المتحدة ومبعوثيها أكثر مما استهلكته قضايا متعبة أخرى، وليست المسؤولية على المبعوثين، فهم دبلوماسيون يتمتعون بامتيازات المنظمة الدولية وبعضهم يبذل جهودا مضنية. الأمم المتحدة مثلا هي المسؤولة والضحية في آن واحد، هكذا يصف التقرير. وفي سوريا حيث يخوض الروس والأمريكيون وإلى جانبهم الإيرانيون والأتراك معاركهم الجيوسياسية الحاسمة، يشل دور الهيئة الدولية الأبرز وينتقل مبعوثوها إلى تقاعد مريح. علق دكتور أحمد يوسف في صحيفة الاتحاد الإماراتية على قرار رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بوقف هدم قرية الخان الأحمر في مدينة القدس حتى إشعار آخر، حيث يرى الكاتب أنه رغم صغر هذه القرية التي يعيش فيها نحو 200 بدوي فلسطيني فحسب على راعي الأغنام، فإنها نافذة بالغة الدلالة على المشروع الصهيوني في فلسطين برمتها. يعود الإصرار الإسرائيلي على هدم القرية إلى وقوعها في قلب مخطط استيطاني استراتيجي، وهو مشروع A1، والذي يعده كثير من المحللين أخطر مشروع استيطاني منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 67، لأنه يمتد على أرض تزيد مساحتها عن 12,000 دنم، ويهدف إلى إقامة 4,000 وحدة استيطانية. يربط الكتلة الاستيطانية شرقي القدس بالقدس الغربية، وهو يفضي إلى إغلاق المنطقة الشرقية كلياً، بحيث تحرم من أي إمكانية توسع مستقبلي باتجاه الشرق، ويحول القرى العربية إلى معازل محاطة بالمستوطنات، ويساعد في إقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي، ويقوض التواصل الجغرافي المطلوب بين الأراضي التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية. أصبحت قرية خان الأحمر مركزاً لتجمع كل الفلسطينيين المتمسكين بحقوقهم. لقد مارس الجيش الإسرائيلي أقصى درجات القوة المفرطة، وأظهر الفلسطينيون شجاعة فائقة في مواجهة القمع الإسرائيلي، وصمدوا حتى صدر القرار الأخير بوقف الهدم. وليس من شك في أن اتخاذ هذا القرار الإسرائيلي يعد أمراً بالغ الدلالة، فهو يعني أن نضالاً مدني يمكن أن يكون مجدياً في تحقيق انتصارات حتى ولو كانت جزئية. الكاتب يشير إلى أن هذه هي ليست المرة الأولى، ففي حزيران 2017 انتصر الفلسطينيون في معركة بوابات المسجد الأقصى، وفي شباط وآذار من هذا العام انتصروا أيضا في معركة كنيسة القيامة، مما يعني أنه يمكن التعويل على المساندة الدولية في وجه الفجاجة الصهيونية، فقد كانت المواقف الأوروبية حاسمة ضد مخطط الهدم، ولهذا دلالاته المهمة في مواصلة النضال الذي يجب أن يستمر حتى لا يتم إجهاض الانتصار الأخير. بعيدا عن السياسة، تنصب الأمال على ابتكار أجهزة غسل كلوي صغيرة الحجم يمكن أن يرتديها المريض بحيث يصبح أكثر سهولة وفعالية. وقالت صحيفة الخليج الإماراتية إن باحثين في الجمعية الأمريكية للكيمياء توصلوا إلى تقنية جديدة قد تفتح المجال أمام ابتكار كلى صناعية صغيرة يمكن أن يرتديها المريض طوال الوقت، لكن العقبة التي تواجههم هي مادة اليوريا التي تتعين تنقيتها من الجسم للحفاظ على توازن مادة النيتروجين. وتستخدم أجهزة الغسيل الكلوي الحالية، تستخدم هذه الأجهزة نوعية من الأنزيمات التي تفكك اليوريا على مستوى جزيئات المادتي الأمونيا وثاني أكسيد الكربون، ولكن الكمية اللازمة من المادة لإتمام هذا التفاعل الكيميائي كبيرة الحجم وثقيلة الوزن بحيث لا يمكن ارتداؤها للجسم. وابتكر الباحثون مادة جديدة تعرف باسم أمزين، وتأخذ شكل شريحتين من مواد ناشئة متناهية الصغر تعتمد على احتجاز اليوريا بين ثنايا مادة أمزين، وتستطيع هذه المادة احتجاز 94% من اليوريا التي تنقى من الجسم بواسطة أجهزة الغسيل الكلوي في درجة حرارة الغرفة.
متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.